السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خوتنا مرحبا بكم. خوتي كالعادة مجموعة من أخبار تخص محترفينا، تخص المنتخب الوطني والنخبة الوطنية. قبل ما نبدأ أي شيء ما تنساوش أهم شيء ليكون عندكم الأجر، هذا هو الصح، أن تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفضلا ليس أمرا انضموا إلى عائلة القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. أقول دائما ليصلكم كل ما هو جديد. إذن إخواني أنصار الأهلي السعودي يتفاعلون مع أخبار التحاق رياض محرز بطريقة جنونية، بطريقة هستيرية. ما راح ندير لكم كامل فيديوهات، خيرت لكم فيديو واحد هو اللي راح نخليه أمامكم. شوفوا كيف هذا المشجع الأهلاوي كيفاش تفاعل على رياض محرز. قبل ما ندير لكم هذا الفيديو لابد أننا نقولوا أن جمهور الأهلي السعودي رحبوا برياض محرز حتى قبل ما يقبل رياض محرز الصفقة. كانوا يؤكدون وفي كل مرة أقول يطالبون رئيس النادي. الحاجة اللي لفتت انتباهي، شوف الجمهور مع رئيس النادي يعني كيف يتخاطبوا. ما تقولش أنه هذا رئيس نادي وهذا عادي، يطالبوه برياض محرز ويجاوبهم نحن والله شغالين ونحن رانا على قدم وساق حتى تمت الصفقة. احنا في الجزائر رئيس النادي لا تهمه سوى الأموال الشخصية. على كل حال ما نخرج على الإطار، نخليكم تشوفوا هذا المشجع وش قال. حبابنا خوتنا ونعود إليكم. الأظهر اللي في الدوري ترى الأظهر اللي في الدوري ترى رياض محرز جاكم، يعني ما يقدر تقطعها، ما تقدر، كان قطعوها أظهرة البريمير ليج ما قدروا عليه أبدا. يعني من الآن أرجع على وراء، يجي محرز بالكورة أرجع على وراء، إلا تخشوا عليه ثلاثة، المحور يساند، الجناح يرجع، الظهير يضم، تصيرون ثلاثة بواحد، واحد على واحد الموضوع محسوب، واحد على واحد راح يروح، راح يروح يروح. السلام عليكم محرز محرز فابا. والله العظيم غير والله راه خلاص يا أخي، خلاص خلاص حبسوا لي، خلاص خلاص شبحتنا ضحك. على كل حال نجوز إلى خبر آخر متعلق برياض بودبوز، دائما في نفس السياق. رياض بودبوز قلنا يقود الأهلي السعودي البارحة للفوز على فريق في النمسا ب 18 هدف مقابل صفر. انه الغريب في الامر، مش الغريب في الامر، اعتدنا مريض بودبوز هذا المستوى العالي. ولذلك اود ان اسالكم في التعليقات، ما رايكم بعوده رياض بودبوز الى المنتخب الجزائري؟ صح هو كبير في السن، لكن ما رايكم يعني لو جمال بالماضي يستدعي رياض بودبوز؟ قلنا فقط رأيكم في التعليقات. إذن قلنا أن المباراة عرفت السيطرة التامة من قبل النادي السعودي التي أقيمت في النمسا، الذي سجل منه الوفد الجديد فيرمينيو هدفين، كما سجل نجم الفريق رياض بودبوز هدفا شخصيا له في المباراة التي أبدع فيها بشكل ملفت للانتباه. على كل حال أنجزوا إلى خبر متعلق دائما برياض بودبوز بخصوص انتقال رياض محرز إلى السعودية، حيث عبر اللاعب الدولي الجزائري وصانع ألعاب نادي الأهلي السعودي عن سعادته بالانضمام رياض محرز إلى الفريق خلال ميركاتو الصيفي. ونقل موقع أونز مونديال في هذا الصدد تصريحات اللاعب بودبوز التي قال فيها: رياض محرز بمثابة أخي ولدي علاقة جيدة معه منذ فترة طويلة، محرز النجم عالمي وسنعمل معا لتقديم موسم جيد. هذا وش قال رياض بودبوز. على فكرة هو ينشط في يعني حاليا في الأهلي صانع ألعاب. البعض يقول مشي شخص أو شخصين، لما نقول بعض أنه عدد كبير من الصحفيين، أنه رياض بودبوز كان له الفضل الكبير في إقناع رياض محرز.
مصادر غير مؤكدة، ولكن على الورق تبدو منطقية، لأن رياض محرز استنجد برياض بودبوس، أكيد راح يسقسيه على الوضع. نجوز إلى خبر آخر مفاجئ صراحة بخصوص نادي ليل. كرة الأمور كلها تبدو في الطريق الصحيح لانتقال نبيل بن طالب من أونجي إلى نادي ليل الفرنسي، حيث قال رئيس نادي ليل الفرنسي أوليفي ليتونغ البارحة، اليوم الخميس اليوم، إن عائقا يحول دون إبرام صفقة انتداب اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشطه المسؤول الإداري الأول في نادي ليل، ونقلت تفاصيله الصحافة الفرنسية. وأوضح أوليفي أن إدارته تنتظر ردا من اللجنة الطبية للرابطة الفرنسية المسيرة للبطولة، أقصد القسم الأول، بشأن ملف بن طالب. وأضاف أن هذه اللجنة ستدرس الملف الطبي، وهي من تمنح الضوء الأخضر لانتدابه من عدمه. يلمحون أن هناك مشكلة طبية بخصوص نبيل بن طالب. أي مشكلة طبية؟ لاعب يلعب في أونجي بصفة مستمرة بدون أي مشاكل، إلا إذا كان عنده إصابة حديثة لا نعلم، لكن ما هي التفاصيل؟ ما طوناش كامل التفاصيل. واختتم رئيس نادي لتصريحاته يقول إنه لا يمكن تقديم توضيحات دقيقة عن الملف الطبي، لأنه دائما كما قال جمال بالماضي تعتبر أسرار طبية لا يمكن الفصح عنها. لذلك هو يتعجب جمال بالماضي من البعض يقول لك أنه سيغيب 6 أشهر أو 4 أشهر، لا أحد يعلم فترة الغياب. والله نتمنى كل خير لنبيل بن طالب، إن شاء الله تكون الصفقة أبرمت، لأنه بتلعب في القسم الثاني وانت عندك مستوى كبير صعب وصعب جدا. نجوز إلى خبر آخر متعلق بإسماعيل بن ناصر اللي يقود حملة هو أيضا، ويستعرض قميص ميلان الجديد اللي راه أمامكم الآن، حيث سجل الدولي الجزائري متوسط ميدان أي سي ميلان إسماعيل بن ناصر حضوره في تقديم القميص الثاني الذي سيخوض به الفريق مباريات الموسم الجديد. ونشر نادي أي سي ميلان عبر موقعه الرسمي اليوم صور لاعبي الفريق أبرزهم إسماعيل بن ناصر بالقميص الجديد. خوتنا أعطونا يعني ما رأيكم في هذا القميص صراحة؟ بصراحة أنا ما عجبنيش، لا بصراحة ما عجبنيش، لكن أنتم أعطونا رأيكم في التعليقات بحول الله تعالى. نجوز إلى آخر خبر متعلق ببعثة الاتحاد الإفريقي بالكان التي أنهت زيارتها إلى الجزائر بعد أن اطلعت على المنشآت الرياضية لبلادنا، وأوفدت الكاف ممثليها إلى الجزائر ضمن إطار معالجة ملف ترشح بلادنا لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. على كل حال من خلال هذه الزيارة أنا متحمست لهاش، لأنه كان يقودها مغربي، وأكيد من وصايا فوزي الأخجع ما راحش يكتب لك رابور شباب، لذلك راح يقيم مركز لك دائما على البتيت بيت، راح يركز لك دائما على الأخطاء، يركز لك دائما على الأشياء السلبية، وما يشوفش الجماهير، وما يشوفش المدرجات، وما يشوفش الأرضية، وما يشوفش المرافق، وما يشوفش الغرف تبديل الملابس، هذو كاع ما يشوفهمش، يبقى يركز لك إلا في الخطأ كما داروا اللجنة المبعوثة من قبل الكاف اللي هي لجنة عالمية مختصة في هذا الأمر. على كل حال فقط كمعلومة أنه لتكفل باستقبال ومرافقة بعثة الكاف كل من نائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة الجزائرية باعتبار أنه رئيس الفاف مكاش لإسمه جمال مربوط، والأمين العام منير دبيشي. أعطونا رأيكم في التعليقات في كل موضوع قلناه، ما رأيكم في هذه الزيارة؟ هل تتوقعون يعني هناك أشياء إيجابية أم راكم كما أنا يعني غير مقتنع بهذه الزيارة؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.